والله اكو كثير شغلات يعني تحكي على وحده اثنين ثلاثه، ما بس لعبه ببجي، اكو كثير شغلات يعني بيها فساد يعني لدرجه 99%. يعني هم يجون على شيء مباشر، هذا يعني شيء جو عليه ما له داعي، اكو احسن منه يجون عليه، بس ايش يفيد؟ اكو خطف، اكو شتل، اكو بوق، اكو نيبه، ما فساد يعني بشكل عام، يعني هاي اللعبايه صح هي مضرة، بس لكن هي مضرة يعني ابد ما بها اي مجال، يعني 100% مضرة بشكل يعني على دراسة الطالب، على انه واحد يلتهي بها، اقول لك شغل تغسل عقله يعني الدماغ ماله ينغسل ثلاث اربع خمس ساعات وقعد. يوم امس انه مجلس الشباب العراقي حضر لعبة البوبجي، بلي، شنو رايك انت كمواطن مصري؟ والله هي تمام، يعني مجلس النواب صدر هالقرار هذه بالغاء هذه اللعبه، لان هاي اللعبه اثرت على بعض المجتمعات اللي موجوده في نفوس الشباب، لان هذا ما كثير ناس ما طلقوا نسوانهم، يا صار مشاكل يا قتل، يا علموهم على لعبايه يعني تاثر عليهم. بس حجي الشباب ما متوفر لهم لا فرص عمل. هي الاسباب الشيء نعم، الاسباب الشيء اولا البطاله تلعب دور فعال في المجتمع مالنا، الشباب مالنا ماكو مكانات له او يقعدون يرتاحون بها، فمجلس النواب احسن ما يلتهي بهذه، خلي علي يقضي على الفاسدين اللي موجودين هسه حاليا. فوضى تصير فوضى بالشعب طبعا. يعني هم خلي يحمدون ربهم يشكرون بوبجي موجوده، غير بوبجي العالم شو يسوي؟ شو توجه لهم رساله؟ اوجه لهم رساله انه يا اخواني انه هاي الشغلات شغلات بسيطه هي تنحال، بس حلوا لنا الاكبر، تعمير جسور، فرص عمل للشباب العطالة بطالة، الخريجين قاعدين، دكاتره، مهندسين، اشكال لون اخي. يقررون قرارات تخص الفساد. شلون عمي شلون؟ هسه نحن خاصة بالموصل الفساد مغرقنا اخي، ما بس نحن الماء يغرقنا، حتى الفساد يغرقنا. والله كان اكو شغلات احسن من هاي مال بوبجي، مثل اعادة الشرطة، اعادة الجيش، الصحة، الشوارع، هاي العالم النازحة اللي بالايمن لحد الان تدفع بالايسر 300 و400 الف خاصة الموصل. يعني كان اكو شغلات اهم منها، ملاحقة الفاسدين، المحافظ، الاخر هذا المحافظ اللي بليل وضحاها ما حد يعرف وين. اما بالنسبه للاقليم يعني اذا يريدوا يجيبونه خلال دقائق اذا هو بالاقليم. ليش يعني كل هالاوقات هاي موجود من طلع القرار مال القاء القبض على المحافظ يختفي بليل وضحاها؟ زين قرار لعبه البوبجي برايك تشوفها صح ام لا؟ والله على الصح صح، ليش مو صح؟ يعني تفوت على ابو المحل تحكي وياه ما يرد لك. تفوت على ابو المطعم تحكي وياه تلقى العامل ملتهي بالبوبجي. اطفال صغار يعني ثلاث سنوات اربع سنوات يعرف يقتل ويعرف هذا شوي شوي. الصائب صائب، بس اكو امور احسن منها، ابدا منها تفيد المواطن احسن من هاي الشغله. يعني الفرص العمل يعني بالدرجه الاولى احسن من لعبه البوبجي. والله اوجه رساله هلا هلا بالشعب، يعني كلكم راح تموتون جماعه، كلكم يعني الكل تموت، ما حد يبقى بس العمل، ولا فلوسك وشغلاتك وهاي الجكسارات وهاي كلها تروح بوحدك، بس عملك يفيدك. هلا هلا بالشعب.